إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل متابعي قناة دواجن أبو علي، حياكم الله جميعا، صباحكم مبروك، ونتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، والقطع ديالكم تو يكون بخير وعلى خير. القطع ديالنا كما تنجيو نطلعوا عليه دائما كل صباح. وهذا إيه، السلام عليكم. المهم أخويا الكرام، واحد الموضوع اللي بغيت نطرق ليه، وواحد النصيحة وواحد الرسالة نوجهها للإخوة اللي تيجيبوا البيض من الخارج من برا. في إخواني الكرام، يعني كاين اللي تيعتبر دوك الناس اللي تنتقدو من عندهم ولا تجيو من عندهم البيض اللي هما مثلا جبتيه من الألمان ولا من فرنسا ولا من إسبانيا، المهم اللي ما جبتيه من برا من الخارج، الأغلبية ديال الإخوة تيعتبر دوك الناس راه تيقدر يوصلهم مرتبة ديال الملائكة، بأنهم ناس راه صادقين وراه ما خاصهم غير الإسلام، راه ما خاصهم غير والو، راه الناس راه ثقة كونفيونس وكذا. إيه طبعا الحال فيهم ناس اللي هما ما شاء الله ولو أنهم ماشي مسلمين، ولكن الحمد لله رب العالمين سبحانه العظيم عندهم ثقة وإتقان في العمل إلى آخره، ممتاز. ولكن ماشي هذا يعني لأنه كلشي راهم ثقة وراهم ناس راه صراحه ما يغشوكش ما يكذبوش عليك، لا، هذوك الناس الاغلبيه فيهم لحقاش لا دين لهم، يعني الاغلبيه فيهم. تنحاول نتفادى الكلام في هذه الامور هذه، ولكن نحاول ننبه بان هذوك الناس راه يقدر يكذب عليك، يقدر يغشك، يقدر يدير لك اللي ما يديروش معاك المسلم. فعلاش قلنا هذا الكلام؟ هذا واحد من الاخوه هذه الايام هذه كان جاب لي البيض، جابوا من الالمان وجبت تقريبا واحد 230 بيضة لي أنا، يا واحد صديق آخر جاب لي تقريبا واحد 160، ما عرفتش. المهم بالنسبة لي جاب لي أنا، يا جاب واحد 230 تقريبا، 230 بيضة اللي جاب مخلطة فيها شي سلالات ما شاء الله. هانتوما غادي نوريهم لكم في التصاور وتشوفوهم، فيهم البراهما، فيهم المرانس، فيهم بزاف ديال السلالات، وشي سلالات ما شاء الله، شي حاجة ممتازة. جابهم بخير وعلى خير، يعني جابهم بواحد لومبالاج، اش غنقول لكم، لومبالاج ديالهم ما شاء الله، شي حاجة متقونة. لحقاش الإتقان عند دوك الناس في الدم، عندهم الإتقان في العمل، تنتكلموا على الإتقان، ما تنتكلموش على الغش، الإتقان في العمل. لحقاش هما عندهم الإتقان من الصغر ديالهم، تيقريوهم من الصغر. كما قال لي داك الأخ اللي جا من الألمان، الأخ علي، قال لك فاش تكون عنده 3 سنين الطفل، فاش تكون عنده 3 سنين تيجيو عندهم من المدرسة، تيجيو عندهم البومبية، تيجيو عندهم المصالح ديالهم، تيجيو باش يعلمهم تيوريوهم كيفاش يخدموا، كيفاش يتقنوا العمل ديالهم إلى آخره. المهم هذا الإتقان في العمل. ولكن ملي تنجيو للغش وشي حاجة اللي هي متعلقة بالأخلاق، مسألة أخرى. المهم جاب لي قلت لك 230 بيضة تقريبا خرجت من اللي لقيت خاوية ما مخصبهاش، والبيض اللي ما مخصبش. غتقول لي اي راه ما مخصبش، يعني راه كاين عوامل تما الى اخره. المهم غادي نتكلموا على هادشي هذا من بعد. لقينا البيض اللي ما مخصبش 130 بيضة خاوية، ما فيها لا ما مخصبة ما والو، اللي عندي انا. حتى اللي عند الصديق تاعو اللي جاب ليه البيض، من هذاك العدد كامل اللي جاب ليه خرجت منهم تقريبا شي 8 ولا 10 اللي خرجت منهم تقريبا. قلنا لقيت 130 ولا 123 بيضة عفوا خاوية ما مخصباش، هي هذه تشوفوا فيها كما تشوفوا، هو الفيديو ديالها هي هذه، كل هذه خاوية. والبيض كما تلاحظوا ان كاين بيض خضار، بيض حمار، بيض بيض، لحقاش كاين سلالات اللي هما سلالات تبارك الله ممتازين. هادو كاملين لقيناهم خاويين ما فيهم حتى شي حاجة، مخصبين ما والو. تقريبا غيكون فيهم واحد العدد قليل شي 8 ولا 10 كاع اللي لقيناهم ميت فيهم فلوس، ولكن مازال صغير، مازال يلا بدا يتكون، مازال عروق مات. هادو كلهم خاويين. هاد القشره اللي تشوفوا هنايا، هاد القشور هادو هما اللي خرجوا دابا حاليا عندي. والمشكل انا هادو اللي خرجوا
عندهم مشاكل، كاين اللي فيها اللي خرج عور ما تيشوفش، ما عينيه مسدوده ماشي من التفقيس لا منه هو، كاين اللي خرج معاق، كاين اللي ما خرجش مات. كاين انا لقيت انا فلوس خرج فلوس من ديك القشره ديال الجمجمه ديالو، ما عندوش المخ تيبان هكا وبقى عايش مسكين واحد اليومين تقريبا ما كملش ومات. يعني هذا هو البيض اللي تشوفوه، 130 بيضه اللي خاويه ما مخصباش. باقي شي حاجه عندي هنا في الماكينه، باقا هذه كاين اللي خرجت منها كاين اللي ما خرجاتش، لحقاش البيض الفلوس مات في القشره، لحقاش القشره قاصها عليه ما قدرش يحلها. ماشي المشكل ديال الفقاصه، لا الفقاصه ممتازه كتفقص بواحد الشكل ممتاز وجيد، ما كاينش مشكل في الفقاصه. الفقاصه فقصنا بها شحال من مره ما كاينش فيها المشاكل. المشكل اللي كاين وهو في القشره ديال البيض وفي البيض بحد ذاته، لحقاش عندهم مشاكل ديال التهجين، عندهم مشاكل ديال تزاوج الاقارب في الدجاج في القطيع اللي عندهم. هذه عده عوامل تتخلي ان الفلوس يموت في البيضه ولا الفلوس يخرج هو عنده مشاكل في الصحه ديالو. كما قلت لكم خرجوا عندي فلالس، بغيت نوريكم ولكن بلاش، خليتها مره اخرى ان شاء الله. خرجوا فلالس كذلك ما تيشوفوش عميا للاسف. وايضا بالنسبه للصديق الاخر اللي توجا جا البيض ديالو، حتى هو لقى نفس المشاكل اللي لقيت انايا. حتى هو لقى البيض ما مخصبش، لقى مشاكل ديال الاعاقه، لقى مشاكل ديال الاعاقه يعني تقصدوا بها يا اما عرج ولا راه عور ما تيشوفش، يعني مسدوده، ماشي الفقاصه ولا الرطوبه طلعت ليه ولا لا، لا عنده مشاكل ديال الشوف مسدوده عينيه ما تيشوفش. المهم الرساله اللي بغيت نوصل لاخواني الكرام، ان ماشي تجيب بيض من برا صافي هذوك الناس راه ثقه ما يغشوك ما يغدروك ما والو، لا راه حتى هما كذلك، راه فيهم الغشاشه فيهم الكذابه فيهم الخيال فيهم الخوانه الى اخره. ماشي تقول راه صافي جبتو من برا راه صافي راه 100% راه غادي يخرج ليا، لا هذه راه فكره غلط الاخوه الكرام. المهم اللي بغيت نوصل انا الاخوه اللي تيجيبوا البيض من برا ولا تقداو هذا البيض من اي بلاصه، فحاولوا تاخذوا بعين الاعتبار بان راه تيقوا هذه المشاكل هذه. حتى الا مشيتوا عند شي مزارع اللي هما، وهذا البيض اللي جبناه راه فيه الطابع، راه فيه الطابع، هانتوما شوفوا الطابع ديالو هو هذا. هانتوما كل مزرعه ماشي من باب التشهير، الناس بطبيعه الحال ما كاينش مشكل التشهير ديالهم ليهم هما، يعني ما غادي هنا اصلا خصنا نبينوهم باش ما يتقداش منهم الاخوه. وهذه السلعه هذه تقدات من الالمان، يعني من المانيا جات، هذه كلها جات من المانيا، فيها 3 ايام ديال الطريق. والسيد اللي جايبها كما قلت لكم على باش ما يقولش لي شي واحد لا راه كاينه مشاكل ديال الطريق ولا مشاكل ديال التخزين، لا راه لومبالاج ما شاء الله. انا غادي نوريكم لومبالاج اللي جاو فيه، هانتوما شوفوا هنا تيجيبوا واحد البونج، تيديروا بونج يديروا فيه البيض وكل بيضه وديالها، واللي في الكارطون عاوتاني كذلك تيغلفوه مزيان ممتاز. جاني واحد البيض من فرنسا ديال المارانس، وتبارك الله حتى هو قيد فيه حتى واحد النسبه ديال البيض ما مخصبش، ولكن خرج لي الاغلبيه خرجوا تقريبا 12 البيضه خرجت منها شي 7 ديال الفلالس اللي خرجوا. واحدة لقيت بيضة مهرسة هرسات الدجاجة، ولا جوج اللي هرستهم الدجاجة، والباقية اللي ما خرجاتش هذه ماتت في البيضة. المهم تيكونوا مشاكل، ولكن الحمد لله. المهم 7 ديال الفلالس خرجوا بصحة جيدة ممتازين، الدجاج ديال المارانس يعني خرجوا مزيانين. ندخل دابا تشوفوهم الله يبارك. هما هادو قال لي تشوفو نتوما راه صورت عليهم فيديو أصلا، هما هادو تبارك الله 7 ديال الفلالس معهم دجاجة، رقدتهم على درتهم تحت دجاجة بلدية ورقدات عليهم، ما شاء الله خرجوا مزيانين بصحة جيدة، هي مقابلهم هم والحمد لله رب العالمين. المهم إخواني الكرام، من الإخوة التي يأخذوا البيض تيجيبوا من برا، حاولوا تردوا البال وعرفوا منين تاخذوا، وحتى إلا خديتوا شي حاجة قيدوها وديروا معاهم كما تنقولوا هنا بيعهم قال، ديروا معاهم أن يكون التعويض من بعد. إذا كانت هنا الفكرة ديال التعويض، حيت التعويض عندنا حنا في المغرب هنا معروف، إذا كانت البيض ديال ما خرجش لقيتي البيض ما مخصبش واحد 85% خرجات لك 85% الفوق، هذا ماشي غادي نقولوا قانون، وإنما هذه متعارف عليه بين الناس اللي تبيعوا البيض. 85% لتحت اللي خرج مخصبش يعوضك مول البيض، 85% الفوق إذا خرجت 85% فهي راه مزيانة، أما 85% لتحت فراه خصو يعوضك. خاصو يعوضك ولو ان هذا البيع ديال البيض المخصب فيه كلام وشلا هضره، المهم حنا تنقولوا هذا الشيء هذا 85% لتحت خاصو يعوضك من البيض، لابد انه يعوضك.
الا بغى الا بغى يعيش بالحلال، اما لا كان غادي يبدا يكذب على الناس ولا يدي لهم يقول لهم راه هذا راه بيض مخصب ويخرج لهم 50% وما يعوضهمش. وقعات لينا مؤخرا جوج ديال الناس صيفطهم لواحد السيد، وهذا السيد زعما تنعرفوه والبيض خرج ليه خرج لهم كلهم ما مخصبش، يعني 50% ما كاملاش للبيض ما مخصبش. فالاخوه اتقوا الله، هذا ولو ان هذا موضوع اخر وكنا تكلمنا فيه. المهم الاخوه الكرام الله يجزكم بخير، فقط بالنسبه للناس اللي تقداو البيض من برا فحاولوا تردوا البال، راه ماشي دوك الناس راه ما وصلوا المرتبه ديال الملائكه، لا ردوا البال معهم وحاولوا تتفاهموا معهم في البداية قبل ما تمشيو لعندهم، قبل ما تاخذوا من عندهم تفاهموا معهم بان راه غيكون تعويض الى اخره. هذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم، نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم في مكان الهدام والتصل ومكان غير انقطع وانفصل، ونتمنى الفكره توصل. هذا ولله الحمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا لحسن المشاهده والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.